تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد الدكتور البرادعي يواصل الأخطاء. شهداء جدد في سيناء يضاف إلى شهداء سابقين في أرض الفيروز، والمعركة ضد الإرهاب مستمرة، ومصر كلها إصرار وإرادة على الوقوف وراء الجيش والشرطة من أجل دحر الإرهاب والقضاء عليه تماما. دكتور محمد البرادعي كتب على تويتر ما أثار انتقادات واسعة. دكتور البرادعي كتب يقول: رحم الله كل نفس ذهبت لخالقها، هل من عاقل يخرجنا من ظلام الكراهية والعنف المتبادل إلى روح التسامح والعيش المشترك. نمرة واحد في كلام دكتور البرادعي، الجملة الأولى جملة الترحم. إحنا إذا مجرمين إرهابيين قتلة، وإذا أبطال من الجيش والشرطة اللي بيواجهوا هؤلاء المجرمين العملاء. هل أنا ممكن أساوي بينهم في هذه الصيغة؟ بغض النظر عن الموقف الشرعي من الدعاء بالترحم على هؤلاء أو هؤلاء، لكن بتكلم تطلع تقول رحم الله كل نفس، بتدي انطباع انك بتساوي بين النفوس، بين الشهيد اللي بيدافع عن ارضه وبلده، وبين المجرم القاتل الارهابي العميل اللي عايز يدمر وطنه وينهي بلده ويعمل ضد الدين والدنيا. فكان الانسب ان يكون الترحم على شهداء الجيش والشرطة اللي بيسقطوا كل يوم حتى ترتفع هامة الوطن. الامر الثاني، لما دكتور البرادعي يقول ظلام الكراهية والعنف المتبادل فيساوي بين هذا الجانب وهذا الجانب، يساوي بين الأبطال وبين المجرمين، يساوي بين الذين يحمون هذا الوطن بدمائهم، يساوي بين أمهات الشهداء وبين هؤلاء المجرمين ومن يقفون وراءهم. يعني الكلمة العنف المتبادل، حضرتك بترى ان الحرب على الارهاب وعلى هذا الاجرام عنف متبادل بين طرفين، يعني الاثنين مجرمين، بتساوي بين الابطال اللي بيسيبوا عائلاتهم وزويهم واطفالهم وينتقلوا الى رحاب الله دفاعا عن هذا الوطن، بتساوي بينهم وبين هؤلاء. ولما نيجي بقى للمستقبل فيقول الى روح التسامح والعيش المشترك. العيش المشترك مع مين؟ العيش المشترك مع أفاعي في البيت، العيش المشترك مع داعش، العيش المشترك مع إرهابيين وقتلة، أي عيش مشترك. حضرتك تقدر تعيش بشكل مشترك في بيت أو منزل أو مكان مع هؤلاء المجرمين؟ العيش المشترك مع تنظيم داعش، دول عندهم عيش مشترك، ده المستقبل اللي حضرتك شايفه في الموضوع، ولا يكون موقف حقيقي ضد الإرهاب من أجل القضاء عليه؟ مفيش عيش مشترك مع الإرهاب، يا إما إحنا يا إما الإرهاب، إنما عيش مشترك لا، العيش المشترك مع المختلف في الرأي ومختلف في الرؤية ومختلف في التفكير ومختلف في وجهات النظر، إنما اللي عايز يقتلنا جميعا وينهينا جميعا أي عيش مشترك معاه، ده هو ضد العيش وضد ما هو مشترك. وبالتالي تحليل الدكتور البرادعي عبر رسالته على تويتر لم يكن موفقا، من أول أنه ترحم على المجرمين إلى أنه وصف ما يجري أنه عنف متبادل، إلى رؤيته للمستقبل العيش المشترك مع داعش وهؤلاء القتلة المجرمين. الأهم من ذلك، دكتور محمد البرادعي أستاذ قانون وخريج حقوق جامعة نيويورك، دكتوراه من حقوق جامعة نيويورك، ودي كلية مرموقة في جامعة مرموقة، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنوات طويلة، حائز على جائزة نوبل للسلام. المتوقع احنا إذا دلوقتي وضع صعب في مواجهة الإرهاب، وأزمة اقتصادية بتواجهنا، وضغوط خارجية وإقليمية شديدة، إذا بقى وضع إقليمي كله كثبان رملية متحركة، وإذا عواصم بتسقط وجيوش تتفكك. طيب دكتور محمد البرادعي، هل يكفي تويتر؟ هل يكفي 20-30 حرف على تويتر لوصف كل هذه الأمة؟ يعني مصر والأمة دي كلها ما تستاهلش مثلا صفحتين ثلاثة؟
يا طول برضه مش عايز يكتب مقال يقول وجهة نظره، شايف ان كلنا كأمة بأوضاعنا اقل من انه يكتب مقال عن هذه الأمة وعن هذه الاوجاع. الموضوع كله تويتاية كل شهر ولا اتنين بمعدل حرف كل اسبوع تقريبا، يعني دي رؤية دكتور البرادعي اللي حاصل على جائزة نوبل ومدير وكالة دولية مرموقة سابقا ودبلوماسي مصري مهم سابقا ومن عائلة سياسية وطنية مهمة سابقا. كل الكلام ده دكتور البرادعي ما يخليش انه يفكر يعمل مقال او يعمل بحث او انه يعمل دراسة مهمة يوجه فيها يقول وجهات نظره، ولا الموضوع كله مجرد تويتات لا تليق ابدا بمقام الدكتور البرادعي. الامر التالي والاخير، دلوقتي في وضع اقتصادي صعب، دكتور البرادعي عنده تصور طول الوقت ان هو يبقى رئيس للجمهورية، رئيسا مش رئيسا كشخصية عامة، اعمل لنا بقى دراسة قول لنا ايه هي الرؤية الاقتصادية الصح في مواجهة تدهور سعر الصرف، في مواجهة تآكل احتياطي النقد الأجنبي، في مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، كشخصية وطنية قول لنا، ومش من باب ان انت بتعلمنا كأستاذ او بتبين جهلنا في الموضوع، انك بتتكلم كشخصية وطنية ناصحة بتكتب كلام استشاري وإرشادي تقول لنا نعمل ايه في الاقتصاد ونعمل ايه في ليبيا ونعمل ايه في سد النهضة ونعمل ايه في اليمن ونعمل ايه في سوريا ونعمل ايه في علاقتنا الداخلية والخارجية. مش ده الدور اللي حائز نوبل المفروض يقدمه لبلده ووطنه سواء هو في منصب او مش في منصب؟ الوطنية اهم بعد المنصب، وهو عارف وعايش في الغرب كويس ان كل السياسيين الكبار بعد المنصب دورهم اخطر واهم، بيتحولوا الى مفكرين والى اصحاب رؤى بيقدموا هذه الرؤى لبلدانهم. هل هنري كيسنجر عنده منصب من 20-30 سنة؟ ما عندوش منصب، انما كل يوم بيقدم لامريكا رؤية ووجهات نظر، وكل سنة او اتنين او تلاتة بيقدم كتاب مهم، وكل فترة يطلع بحوار دسم او دراسة مهمة. ليه ما يبقاش دكتور البرادعي يشوف نموذج كيسنجر عمل ايه لامريكا وهو كمان يعمل ده لمصر، وانه يتعالى على الصدامات الداخلية وينسى الماضي من ثورة يناير الى ما يجري الان، ما يتعاملش كناشط لا يليق بحائز نوبل انه يتعامل كناشط، كلمتين على تويتر وكلمتين على فيسبوك. الانسب ان يبقى مفكر، الانسب يكون فيلسوف، الانسب مش ثلاث اربع كلمات ثلاث اربع حروف، وانما دراسات وبحوث وكتب معمقة ومحاضرات رصينة يقول لنا ويشرح لنا السياسة الخارجية المصرية ايه ملاحظاته وايه الانسب. النظام الاقليمي العربي والجامعة العربية مناسبة بهذا الشكل ولا نتصرف ازاي؟ العالم ككل نتصرف معاه ازاي؟ تنظيم داعش اللي حاليا بتمدد جنبنا في ليبيا وفي دول افريقيا نتصرف ازاي؟ وده مش من باب ان انت بتقول لنا كلام يضايق، وانما من باب اي شخصية وطنية بيشرح بجد وباخلاص وصدق ودون هدف في منصب او غيره يقول لنا كيف نتصرف. انما لما كل شوية تبقى الاطلالة عبر تويتر كده حائز نوبل بيهبط الى مستوى ناشط سطحي بدل ما يقول لنا كيف يمكن ان نفكر وكيف يمكن ان نتغير وكيف نتجه الى الافضل. دكتور البرادعي يواصل الاخطاء. اثنين، خليل زاد الدبلوماسي المسلم الذي دمر بلاد المسلمين. النهارده بكلم حضراتكم عن شخصية أمريكية مسلم مهم في أمريكا لكنه ساهم في تدمير الأمة الإسلامية. اسمه زلماي خليل زاد. لو فاكرين نشرات زمان، زلماي خليل زاد اللي كان سفير في العراق بعد سقوط صدام حسين، كان بعد فترة بول بريمر أو في آخر فترة بول بريمر. وخليل زاد هو مسلم من أفغانستان، ولد في مزار الشريف. لو فاكرين بقى نشرات زمان كان مزار الشريف وكابول وقندهار المدن طرابورة، المدن والمواقع اللي كان فيها الحرب. هو من مواليد مزار الشريف.
أفغاني مسلم سني. طلع لأمريكا بعد ثانوية عامة يبحث عن فرصة، وبعدين رجع على بيروت اتعلم في الجامعة الأمريكية في بيروت، اتخرج من الاي او بي، طلع على أمريكا تاني اتعلم كويس في جامعة شيكاغو جامعة كولومبيا، اشتغل في النفط شركات بترول بقى وضعه كويس. من هناك عرف سياسيين، دخل الحزب الجمهوري بقى شخصية مهمة في الحزب الجمهوري، وبدأ يصعد خليل زاد. زلمي خليل زاد صعد لدرجة أنه كان سفير في ثلاث دول أو في ثلاث أماكن مهمة، سفير في العراق بعد سقوط العراق، سفير في أفغانستان بعد سقوط أفغانستان، هو بعد السقوط بيظهر، وسفير في الأمم المتحدة. زلمي خليل زاد عنده كتاب مهم شرح فيه بعض من مذكراته. الكتاب ده اسمه المبعوث من كابول إلى البيت الأبيض، والكتاب ده اتكلم فيه عن اللي حصل وكشف بعض الأسرار الخطيرة، من أبرزها ما يلي: العلاقة بين إيران وأمريكا. كلنا فاهمين أو شايفين سنين طويلة أن إيران أكبر عدو لأمريكا، لكن اللي يتعمق دي قراءة سطحية، السطحيين شايفين أن إيران أكبر عدو لأمريكا، فيتهتف الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الناس البسطاء يتخضعوا ويقول لك الناس دول فعلا أعداء لإسرائيل والصهيونية وأمريكا. ده كلام مش دقيق. ارجع بقى للكتاب ده، كتاب زلمي خليل زاد اللي هو من أقرب الناس لبوش الابن، وهو من الشخصيات اللي هي من الصقور الجناح المتشدد في إدارة بوش الابن، والسفير بعد الخراب في أفغانستان وبعد الخراب في بغداد، وسفيرهم في الأمم المتحدة. في الكتاب ده بيقول إن أمريكا نسقت مع إيران في كل الخطوات اللي خاصة بضرب أفغانستان وبضرب العراق، وقال إن محمد جواد ظريف اللي هو وزير خارجية إيران كان وقتها سفير إيران في الأمم المتحدة في جنيف، وقال إن خليل زاد كان بيروح يقابل جواد ظريف هناك. الأمريكان التخطيط الحقيقة القوي، الأمريكان عايزين المعارضة العراقية تصل بعد إسقاط صدام حسين، ألف ب تؤدي إلى ب تؤدي إلى جيم إلى دال. فألف اختاروا خليل زاد اللي هو مسلم فيعرف يتكلم مع المعارضة، وسني فما يخوفش السنة، وهم أصلا متفاهمين مع الشيعة، فيقدموا السفير خليل زاد فيروح يقعد مع المعارضة، فعينوه سفير لدى المعارضة أو مبعوث الرئيس للمعارضة العراقية. قعد مع المعارضة، اخترق وجاب آخر معارضة فهمها كلها ماشية إزاي، وبعدين هو والمعارضة والآخرين قالوا لازم نسقط صدام حسين. سقط صدام حسين 2003، هو جاء 2005 قعد ل 2007 سفير هناك. فهو بيقول بقى وقت ما كان مع المعارضة العراقية راح قعد مع جواد ظريف اللي هو حاليا وزير خارجية كان سفير في جنيف، وقال له ان احنا هنضرب العراق، وفهمه واداله كل ملف، يعني كل اسرار خطة ضرب العراق اداها زلمي خليل زاد لإيران، مش تصرف شخصي الأمريكان، ادوها لإيران. وجواد ظريف قال له ده طبقا لكتابه في مذكراته. خليل بيقول ان جواد ظريف قال له إيران كلها تحت أمركم، طيارات عايزة تمر، تخترق المجال الجوي، تقعد شايف مجال الجوي، اللي انتوا عايزينه، المهم تسقطوا العراق وتسقطوا صدام حسين. اتنين، ان بعد اسقاط صدام الشخص المجرم اللي دمر العراق بعد كده نوري المالكي. من اختار هذا المجرم الذي دمر العراق؟ ايران. هو قايل كده في الكتاب، ان في اتفاق حصل بين امريكا وايران على نوري المالكي، وعلشان نوري المالكي يتمكن اكتر ويدمر اكتر، في الفترة التانية من ولايته الامريكان انسحبوا وسابوا له الساحة بكاملها لهذا الطائفي العنصري البغيض مجرم الحرب نوري المالكي، علشان يدمر الدولة العراقية. مؤامرة محكمة بس بيتأكد فيها ان ايران دعمت امريكا في ضرب افغانستان ودعمت امريكا في ضرب العراق، وإيران شريك رئيسي مع أمريكا في حرب أفغانستان 2001 وشريك رئيسي مع أمريكا في حرب العراق 2003. الجديد إن زلمي خليل زاد وجه الخراب اللي بيظهر في كل الكوارث،
ظهر مؤخرا واتكلم عن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقال ان هو زار السعودية، كتب مقال مهم في مجلة بريتيكو، وقال في المقال ان هو قابل مسؤولين سعوديين، وان هم قالوا له خلاصة كلامه ان هم داعمين للإرهاب. ده اللي طالع زلماي خليل زاد يقول، لاحظ ده قال طالبان والإرهاب حرب أفغانستان، صدام والإرهاب حرب العراق، دلوقتي بيقول السعودية والإرهاب. زلماي خليل زاد قال في مجلة بوليتيكو في مقال خطير جدا ان هو مسؤولين امريكان راحوا السعودية قبل مسؤولين سعوديين كبار قالوا له. نمرة واحد، ده كلام السعوديين لخليل زاد حسب زعمه، ان احنا ضحكنا على الامريكان ولعبنا بيهم، وان احنا استخدمنا التطرف الديني لتحقيق مصالحنا، وان احنا ضللنا امريكا، وعملنا ده من ايام الرئيس جمال عبد الناصر، واستخدمنا الجماعات المتطرفة علشان نسقط جمال عبد الناصر، نقول بقى ان هو علماني وان هو يساري وان هو كذا، ودعموا الجماعات الاسلامية ضده من اجل اسقاط جمال عبد الناصر. وقال مسؤولين سعوديين زلماي زاد حسب زعمه ان هم استخدموا ده مرة تانية مع الامريكان في افغانستان لما حصل الغزو السوفيتي، هم اللي راحوا هناك ودعموا المتطرفين الاسلاميين في مواجهة الاتحاد السوفيتي بالتعاون مع امريكا، وقالوا استخدمنا ده المرة التالتة مع ايران. لكن بيشتكوا السعوديين دلوقتي ان مش عارفين نستخدم بقى ده دلوقتي لأن السحر انقلب على الساحر. ده كلام زاد مش كلامي. فبيقول ان دلوقتي السعودية مش قادرة تلم المتطرفين اللي دعمتهم قبل كده، ولا قادرة توقف الارهابيين اللي سندتهم قبل كده طبقا لزلماي زاد. فدلوقتي الكلام اللي قاله خلاصته ان السعودية دعمت الارهاب من قبل، السعودية تستخدم التطرف الديني من اجل تحقيق مصالحها الخارجية، السعودية عملت ده مع عبد الناصر وفي افغانستان، وعملت ده مع ايران. السعودية غير قادرة انها تعمل ده دلوقتي نتيجة ان في تطرف شيعي بتواجهه وتطرف سني بتواجهه السعودية. وبعدين بقى جملة طبعا في السكة كده علشان يضايق السعودية، فيقول لما سألت السعوديين الامن القومي السعودي ايه المخاطر اللي عليه، فقالوا له التطرف الشيعي والتطرف السني. سألهم على اسرائيل او لا، اسرائيل بالنسبة لنا مش خطر، وعندنا في السعودية ما فيش اي خطط طوارئ لمواجهة اسرائيل، احنا مستبعدينها من عوامل تهديد الامن القومي. تهديد الامن القومي السعودي التطرف السني لداعش والقاعدة وما الى ذلك، والتطرف الشيعي ممثلا في ايران وحلفاء ايران. ده كلام زلماي خليل زاد. ليه بقوله النهاردة لحضراتكم؟ لانه شخصية مهمة في امريكا، دبلوماسي مهم، كان في الأماكن المهمة. لكن ليه النهاردة تاني؟ لأن المقال ده نزل قريب في مجلة بوليتيكو، ولما تشوف لما هو اتكلم على أفغانستان راح بعد خراب، وعلى العراق راح بعد خراب، ودلوقتي التخطيط للسعودية وللإيقاع بالسعودية تخطيط قوي جدا، والوجوه الكريهة اللي وقعت دول إسلامية قبل كده رجعت دلوقتي هي نفسها تاني منها هذا الدبلوماسي المحدود زلماي زاد علشان يقوم بنفس الدور من جديد. هما بيقولوا حان الدور على السعودية، وده يخلينا لازم ننتبه جدا ان لابد يكون فيه تفاهم عربي وفيه تنسيق عربي، ولازم ندرك ان هما بيحاولوا دولة وراء الأخرى وعاصمة وراء الأخرى، وإن إيران اللي ساعدت ضد أفغانستان ثم ساعدت ضد العراق تساعد الآن ضد السعودية. ثلاثة، سلطنة عمان ما بعد السلطان قابوس. طبعا هذا العنوان من عناوين الصحف الغربية دلوقتي، مراكز الدراسات في الغرب بتتكلم على سلطنة عمان الشقيقة بعد المرض الشديد للسلطان قابوس بن سعيد عاهل عمان. دولة عمان الشقيقة موجودة على ساحل المحيط الهندي، مساحتها تلت مساحة مصر تقريبا، وعدد سكانها حوالي 10 مليون نسمة. سلطنة عمان
من الدول اللي استقلت من فترة طويلة جدا، كان في 150 سنة احتلال برتغالي، بعد كده استقلت من أقدم الدول استقلالا في المنطقة. سلطنة عمان جنب اليمن، شمالها على طول بتلاقي السعودية، علشان كده هي على خط التماس فيما يجري في اليمن. في كلام في السعودية إن عمان، لأن هي على الحياد الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي اللي مش بتحارب في اليمن مع السعودية، هي عمان. كل دول مجلس التعاون مع السعودية في الحرب، إلا سلطنة عمان مش مع السعودية في الحرب، إنما واقفة على الحياد وتحاول تعمل وساطة. وهي قبل كده عملت وساطة بين إيران وبين أمريكا، وبيسموها نرويج الخليج، اللي دايما فيها مباحثات ومفاوضات للتسوية. السلطان قابوس تولى السلطة 23 يوليو سنة 70. والده السلطان سعيد بن تيمور كان هو سلطان البلاد، والسلطان قابوس عمل انقلاب على والده السلطان سعيد، ووالده سافر إلى لندن بعد كده وأقام في لندن، والسلطان قابوس أصبح سلطانا على البلاد. كان في تحديات ثورة ظفار، يساريين حاولوا يعملوا جمهورية في سلطنة عمان بدعم اليمن الجنوبي وقتها الاتحاد السوفيتي، قصة قديمة، بس في النهاية نجح السلطان قابوس، تولى 70، 75 قضى تماما على ثورة ظفار، ونجح انه يقيم دولة حديثة. اللي بيشوف عمان دلوقتي بيلاقي ان فيها جماليات رائعة جدا في الطبيعة وفي الطرق وفي المدن، ويلاقي ان مسقط ممكن تكون انظف من لندن، وان في نهضة حقيقية حققها السلطان قابوس في ال 45 او 46 سنة اللي بقى فيها سلطان على البلاد. السلطان قابوس مريض بقى له فترة، لم يظهر من سنة 2014، بيعالج في ألمانيا حسب وول ستريت جورنال، وبالتالي بقى في كلام يا ترى مين اللي ممكن يكون السلطان بعد السلطان قابوس. خرج على هذا الصمت وزير الخارجية يوسف بن علوي، واتكلم وقال إن مفيش قلق، عمان مفيش أي قلق فيها، الدستور بيحدد ده، دستور 96، وبقالنا 260 سنة في استقرار في نظام الحكم في عمان. طيب مين بعد السلطان قابوس؟ وول ستريت جورنال بتقول، وطبعا الكل يعرف هذا الكلام، وقال وزير الخارجية، في صندوق، الصندوق ده جواه الوصية، الوصية دي كاتبها السلطان قابوس، ان مين السلطان اللي بعده. طيب هو مين السلطان اللي بعده؟ الى الان محدش يعرف، لان هو السلطان قابوس اقرب ناس لي اولاد العم، فمين من اولاد العم اللي هيكون السلطان القادم للبلاد؟ محدش يعرف، مفيش ولي عهد. لكن في حال يتم فتح الصندوق، وفي هذه الحالة تطلع الورقة اللي مكتوب فيها من قبل السلطان قابوس مين يبقى سلطان البلاد. لو ما اتفقوش مجلس العائلة على هذا الشخص، هذا الأمير يبقى السلطان. في الحالة دي مجلس الدفاع بيكلم رئيس مجلس الشورى، رئيس مجلس الدولة، هما البرلمان يعني بغرفتي، ورئيس المحكمة العليا، ويقعدوا بقى الأربعة، مجلس الدفاع وده وده وده، الأربعة مع بعض، ويختاروا السلطان القادم للبلاد. دلوقتي في أسماء مختلفة مطروحة لهذا الأمر، إنما وزير خارجية عمان قال لا قلق، وعمان في وضع مستقر، وعمان قادرة على مواصلة المسيرة، وما بعد السلطان قابوس مثل عهد السلطان قابوس، المزيد من الاستقرار، وفي منهج واضح جدا لتولي العرش في حال فراغ السلطة. سلطنة عمان الشقيقة دولة صديقة، الرئيس مبارك كان صديق للسلطان قابوس، وآخر رسالة بعد بها السلطان قابوس كانت للرئيس السيسي في مناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة في مصر. والسلطان قابوس والشعب العماني من الشعوب المحبة جدا للشعب المصري، وربطت عمان ومصر صداقة وطيدة لسنوات طويلة. ونتمنى لسلطنة عمان كل السلامة والاستقرار. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.